أقيم في النادي الأرثوذكسي في عمان احتفال بعيد رفع الصليب المقدس حسب التقويم الشرقي بحضور عدد من الكهنة من مختلف الكنائس في الأردن والهيئة الإدارية في النادي وجمع كبير من الشخصيات الرسمية والعامة ومشاركة مجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية بمعزوفاتها الموسيقية. وبعد رفع السلام الملكي ألقيت كلمات أكد فيها المتحدثون أهمية هذه المناسبة الدينية الكبيرة التي تجسد احترام حرية الإنسان وكرامته وتفكيره. وفي كلمته هنأ الأيكونوموس الدكتور إبراهيم دبور بعيد الصليب الذي هو رسالة للعالم بدأت منذ 2000 عام ولا زالت البشرية تستمد نورها ونهجها بهذا الرفع المجيد. أنت تابع لله المتجسد، أنت تابع للمصلوب القائم، أنت تابع للمسيح القائم من بين الأموات. لذلك في يوم الخميس عندما نرتل اليوم علق على خشبة نقول فأرنا قيامتك المجيدة، لأن المسيح بنفس اللحظة الذي صلب بها قام بها وخلصنا من الموت والفناء والزمن وأعاد إلى الأبدية. لذلك اضطهدونا فنحبكم، سبونا فنبارككم، اقتلونا فنصفح لكم، لأننا نحن الأقوياء، والذي يسامح هو القوي وليس الضعيف. وبعد إلقاء الكلمات التي بيّنت معاني الصليب الروحية وداعية لأن يكون عود الصليب رمز فخر واعتزاز لنا جميعاً، قدمت جوقة المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في شميساني باقة من الترانيم الشرقية والغربية بقيادة الأب مهند مخامرة. كما قدمت جوقة القديس نيكولاوس الصريح مجموعة من الترانيم الشرقية التي ألهبت الحضور بالحس الروحي والأصوات الرنامة. وفي ختام الاحتفال تمت مباركة ثمار الرمان وتوزيعها على الحاضرين مرنمين معا: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، مانحا العالم السلامة، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك.
كما أشعلت النار التي ترمز لعلامة إيجاد الصليب على أنغام الفرق الكشفية. وبعد